هنا الاكزامبل ده هنشوف فيه، هنحقق فيه القانون بتاع الكونسيومر ايكوليبريم. وهنا الكونسيومر ايكوليبريم الكونديشن بتاعه when mu marginal utility from product x multiply price for product x equal marginal utility for product y multiply price for product y. لما الاثنين دول يطلعوا equal بعض، هنا عندنا في البوينت دي هي الكونسيومر ايكوليبريم. فهنشوف في الاكزامبل اللي قدامنا، هنبدا في اليونت يونت نمبر 1 الميو فور برودكت اكس ايكوال 40 والبرايس فور برودكت اكس ايكوال 10، يبقى 40 ديفايد باي 10 ايكوال 4. هنمشي في بقيه الخطوات كلها زي بعض في فور اول يونتس للبرودكت اكس والبرودكت واي. وبعدين هنا هنلاحظ حاجة مختلفة عن الاكزامبل اللي قبل كده. الحاجة المختلفة ان انا عندي 2 points فيهم equal، فبنسميها CE1 اللي هو consumer equilibrium في الـ situation number 1 لما الـ point كانت equal 4 و 4. طبعا احنا 4 و 4 دي بنشطب عليها زي ما اتفقنا عشان ما شوفهاش تاني خالص، مش هنستخدمها خالص خالص، احنا بنستخدمها بس عشان نعرف الـ point انا فين في الـ consumer equilibrium. فعندي point number one كانت عند unit one unit one unit of product x one unit من y. طيب هشتريهم بكام؟ ف one unit of y multiplied 10 10 pound أو 10 dollars equal 10 one point of x multiply 15 اللي هو price of x equal 15. يبقى all budget بتاعتي اللي انا محتاجها هنا 25، ده معناها انها equal الـ consumer equilibrium income consumer income اللي احنا مدينه في المسألة اللي هو equal دخل الـ consumer دخل المستهلك، هتبقى equal بعض الـ consumer equilibrium هنا، معناها ان انا accept للـ point دي او accept للـ situation number 1 اللي هو one product of x one product of y. طيب هطلع الـ total utility بتاعتهم ازاي؟ total utility لو عندي اكتر من يونت بجمع total utility بتاعتهم مع بعض. انا هنا عندي 1 unit of x يبقى معناها ال utility بتاعتها 40 plus 1 unit of y يبقى ال utility بتاعتها 60 then total utility for two products equal 100. اوكي طيب ده situation number 1. situation number 2 اللي هو عند point equal 3، ده معناها 2 points of x and 2 points of y. هنشوف كده في السلايد اللي بعدها. هنا 2 product of y و 2 product of x كل واحدة multiply price بتاع product equal، أنا محتاجة budget equal كام؟ 50. طبعا هنا reject، ليه reject؟ عشان more than consumer income، أنا consumer income بتاعي equal 25، هنا محتاجة 50 LE عشان أقدر أشتري 2 products دول، فطبعا ده more than income بتاعي، أزيد من الدخل بتاعي، فمش هقدر أشتري. التوتال يوتيليتي بتاعتها باخد المارجنال يوتيليتي بتاعت ال 2 يونتس. ليه قلنا 2 يونتس؟ عشان انا اوريدي سيتويشن بتاعي عند 2 يونتس اوف اكس 2 يونتس اوف واي، فال 2 يونتس اوف اكس اجمع المارجنال يوتيليتي بتاعتهم، 2 يونتس اوف واي بجمع المارجنال يوتيليتي بتاعتهم، يبقى توتال يوتيليتي فور 2 برودكت ايكوال 175. اوكي هنا لو بصينا للسلايد اللي فاتت هنلاقي ان الكونسيومر ايكوليبريم 1 على السيتويشن نمبر 1 كان 1 يونت اوف واي 1 يونت اوف اكس. 1 يونت اوف واي هنشتريها ب 10 باوند او 10 دولار، 1 يونت اوف اكس هنشتريها ب 50، يبقى الايكوال الاثنين بلس بعض ايكوال 25، ده ايكوال انكم، يبقى كده اكسبت. طب هنيجي للسيتويشن نمبر 2 2 يونت اوف واي 2 يونت اوف اكس، اللي 2 يونت اوف واي مالتبلاي 10 ده سعر واي تدينا 20، 2 units of x multiplied the price of x اللي هو 15 equal 30، يبقى 20 plus 30 equal 50. ده معناه ان انا هنا بقول reject. reject ليه؟ لانها not equal income، more than income يعني more than فلوسي معايا، عشان كده مش هقدر اشتري، ممكن احسب لها كيلو ممكن اشتريها خلاص لانها reject. عندنا 2 assignments. assignment number 1 ما فيهوش مشكله لانه زي الاكزامبل اللي قبله ما فيهوش اي تريك، لكن في assignment 2 فيها بس given data مختلفه. الgiven data عندنا هنا total utility not marginal utility،
يبقى اول ستيب ان انا احول من التيو احول ام يو الاول وبعدين ابدا احل المساله. يبقى نفس التيبل اللي قدامنا ده هنعمل تيبل زيه بالظبط بس فوق ام يو. طيب نمبر 1 يونت نمبر 1 او يونت 1 عندي 1 يونت اوف اكس كانت 50 ده التوتال يوتيليتي بتاعتها. يبقى التوتال يوتيليتي في يونت نمبر 1 هي المارجنال يوتيليتي. ليه؟ لان لو افتكرنا كده الرول بتاعتنا او القانون بتاعنا في التوتال يوتيليتي لما يبقى عندي جيفن التوتال يوتيليتي اجيب المارجنال يوتيليتي ازاي. مارجنال يوتيليتي ايكوال دلتا توتال يوتيليتي ديفايدد دلتا كيو. هنا دلتا توتال يوتيليتي انا ما عنديش يوتيليتي قبلها فبعتبرها زيرو واليونت برضو بعتبر اليونت اللي قبل 1 ده زيرو فبالتالي هتبقى 50 ماينس 0 ديفايدد 1 ماينس 0 ايكوال 50. لكن في يونت نمبر 2 هتبقى 120 ماينس 50 ديفايدد 2 ماينس 1 ايكوال 70. اوكي يبقى انا كده عرفت ان المارجنال يوتيليتي عند برودكت اكس في يونت نمبر 1 50 في يونت نمبر 2 70. ونكمل حل المساله زي ما احنا بنكملها في الاكزامبلز اللي خدناها.